العين علي رئيس مركز ثانوية ابن بطوطة التأهيلية لامتحانات البكالوريا يوليوز 2020. اليوم كنا على موعد مع زيارة لجنة مشتركة من الشركاء الاجتماعيين بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للتعليم بالعيون للوقوف هاي اللجنة للوقوف على أهم الاستعدادات لامتحانات البكالوريا لهذه السنة مرتبطة بالوضعية الاستثنائية اللي كتعيشها بلادنا ارتباطا مع هاي الجائحة كوفيد-19. لذلك كان لزاما باش يطلعوا على هؤلاء الشركاء على جميع المحطات أو الاستعدادات المتعلقة بتأمين أولا سلامة المرشحين للبكالوريا، وثانيا لإبداء جميع الملاحظات اللي من أجل تداركها قبل دخول الامتحانات الفعلية اللي غد تكون إن شاء الله يوم 6 و7 و8 بمركز ثانوية ابن بطوطة. لذلك كان وقفوا على سلامة التلاميذ والتلاميذ من خلال وقوفهم على القاعات، وكذلك منذ دخول التلاميذ والتلاميذ إلى بهو المؤسسة ودخولهم إلى القاعات قاعة الامتحان، ثم إضافة إلى الوقوف كذلك على نظافة وكذلك الجاهزية المرافق الصحية، إضافة إلى تأمين وكذلك سلامة الأطار الإدارية والأطار التربوية التي ستراقب عملية الامتحان. كذلك قامت اللجنة بالوقوف كذلك على في جناح الكتابة لهذه السنة. بالنسبة لهي السنة أو مركز ثانوية ابن بطوطة غيستقبل هذه السنة هذه في إطار تنفيذ التوصيات اللي جات بها الوزارة على أساس أن 10 مرشحين في القاعة، بالتالي مجموع القاعات اللي عندنا اللي خدامين بهم هذه السنة هذه هي مجموع التلاميذ 153 مرشح موزع ما بين 3 المسالك، مسلك شعبة العلوم التجريبية، مسلك علوم الحياة والأرض، ومسلك علوم فيزيائية، ثم شعبة العلوم التكنولوجيا مسلك علوم تكنولوجيا والتكنولوجيات الميكانيكية، ثم مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية. هذه كذلك تم من خلال تقييم أولي للجنة تم الاستماع إلى الملاحظات للجنة من أجل تدارك نقاط النقص لتفاديها مستقبلا. بالمناسبة نقدم الشكر الجزيل لطاقم اللجنة على التفاعل الإيجابي وملاحظاته الإيجابية، ونتمنى من جميع المتدخلين في هذه الامتحانات هذه إن شاء الله في وضعية استثنائية أولا نضمن سلامة الجميع، لأن سلامة الشخص هي سلامة الجميع. لذلك كان من المفروض بأن نلتزموا جميعا التعليمات والتوجيهات الوزارية ثم الأكاديمية ثم الإقليمية من أجل إنجاز أو مرور الامتحانات هذه السنة أولا بسلامة ثم بنجاح وبدون غش. وتحية للجميع. محجوب أبو علي مدير الثانوي الإعدادي علام بن عبد الله، وفي نفس الوقت رئيس مركز امتحانات البكالوريا أحرار لهذه السنة. مؤسسة عندنا كمركز حاولنا ما أمكن نطبقه وبشكل اللي هو واقعي الإجراءات المتخذة من أجل الحد من هالظاهرة اللي هي ظاهرة كوفيد-19. إذا الإجراءات المتخذة مع المدخل ديال الباب الرئيسي كان عندنا واحد تعقيم ديال الرجلين، ومن بعد مباشرة كاين تعقيم، ثم أيضا كاين الإجراءات اللي هي المتخذة في إطار تنظيم العملية من أساسها، على أساس أنه كاين هناك واحد المجموعة ديال التشويرات، وبالتالي أن هذا التشوير هذا يبين القاعات، ومباشرة كاين الممرات اللي كل مترشح يمشي للقاعة ديالو بدون أن يكون هناك تجمع حفاظا على سلامة المترشحين. ايضا كاين ممر اخر ديال المراقبين وطاقم رئيس مركز امتحان اللي هو مساعد، ثم ايضا اعضاء الكتابه. هذه الاجراءات هذه كلها متخذه من اجل نحاول ما امكن اننا
نعتبر هذه الامتحانات امتحانات اللي هي ضرورية للإنسان، ولكن في نفس الوقت أننا بشكل اللي هو احترازي نتخذ كافة الاحتياطات بما فيها أنه نعبر درجة الحرارة ديال كل مترشح، وبالتالي إلا كاين شي حالة مشتبه فيها كاين هناك قاعة خاصة وأيضا فيها كاميرا، حتى إلا رفض أي كان مثلا يقوم بالمراقبة كاين كاميرا خاصة من المكتب رئيس مركز الامتحان اللي من خلالها ممكن مترشح ينجز هذه العملية اللي هي عملية الامتحانات بكل شكل احترازي حفاظا على سلامته وأيضا على سلامة الآخرين. نتمنى أن هذه الامتحانات هذا تمر بشكل اللي هو سليم وشكل اللي هو صحيح، وأن تطبيق هذه الإجراءات هذا يأتي أكله على أساس الحفاظ على سلامة الجميع. مرحبا.